واعترف من غير ما حد يساله. وبعدين اظن بقى من حقي اني اشرب فنجان قهوه وبعدين نكمل. ارجو اني ما كنتش بضايقك بحديثي ده. العكس هو صحيح. ترجبالي انت عارف طبعا ان النوع ده من انواع القصص مثير للغايه بصرف النظر عن مين ابطاله، بس في حاجتين عايزك تعرفهم. ايه هي الحاجه الاولى؟ الحاجه الاولى اني بسمع صوت التاريخ في منطقه من العالم ارتبط بيها ديفيد، او بمعنى اصح رأفت. والحاجه الثانيه؟ الحاجة التانية ان الحديث ده هوت هيخليني اعرف حاجات كتير عن الراجل اللي حبيته وارتبطت بيه وعشرته وانجبت منه ولاد. يا ترى في حد قالك قبل مني انك قصاص جيد جدا؟ فيما بعد اتعرفت قصة باول فرانك وماكس بينيت وجون دارلينج وأعوانهم في العالم كله باسم فضيحة لافون. والغريب في الأمر إن فيليب ناتاسون اللي اتمسك قدام سينماريو والنار والعة في هدومه اعترف بالتفصيل من غير ما حد يسأله أو يوجه له أي سؤال. يومها محسن استمع إليه باهتمام شديد، لكن أهم حاجة كان عاوز يعرفها وبأسرع ما يمكن، مين شركائه؟ 11 فرد يا جماعة، 11، 10 رجالة وبنت، معقولة الكلام ده؟ واعترفوا كلهم؟ يعني بعضهم في الأول حاول ينكر، إنما لما لقونا عارفين الحقيقة عن طريق فيليب ناتاسون ما لقوش قدامهم سكة تانية. في حد فيهم هرب؟ باول فرانك وجون دارلينج. هربوا إزاي بس ولاد الأبلسة دول؟ لأنهم مدربين يا حسن، وأكيد حسوا بحاجة لما فيليب اتأخر عليهم. هما كانوا في عيادة الدكتور موسى مرزوق حوالي الساعة 10 تقريبا، وبعدين خرجوا وطلبوا من الباقي يروحوا بيوتهم ويعيشوا حياة عادية جدا. دول ناس عارفين هما بيعملوا ايه يا جماعة. المهم انهم ما يطلعوش بره البلد. هيطلعوا ازاي؟ ده احنا محزمين البلد ومراقبين المطارات والمواني والحدود. لأننا لسه مش عارفين اللي هما عارفينه ومدربين عليه. أنا كنت فاكر الأول إن الموساد بدأت قوية لأنهم استعانوا بخبرات من كل أنحاء العالم. ما كانوش بيلعبوا لما زرعوا ضباط يهود في مخابرات فرنسا وإنجلترا وأمريكا وحتى الاتحاد السوفيتي. وكمان مساهمة الوكالة اليهودية في تقوية الموساد. كنت فاكر إن كل الأسباب دي هي اللي خلت الموساد بدأت قوية من بداية تكوينها. لكن بعد ما قبضنا على الولاد دول وقعدت مع كل واحد فيهم لوحده، بعد ما سمعت اللي سمعته منهم، اكتشفت ان في سلاح اقوى من اي جهاز مخابرات في العالم، واقوى حتى من الوكالة اليهودية. ايه هو؟ اليهود نفسهم يا حسن، اليهود اللي عايشين معانا هنا في البلد ومعاهم مصرية. اليهود المصري ولا الفرنساوي ولا الامريكي ولاؤه الاول لاسرائيل مش للبلد اللي هو بينتمي ليها. اليهود المصري مواطن مصري، والامريكي مواطن امريكي، واليمني كمان عايش في البلد زيه زي اي مواطن عادي وغير العادي ويعرف كل حاجة. لان هتلاقي منهم ناس يشتغلوا في مراكز ادارية، في حكومة، في مراكز ابحاث، في مستشفيات زي الدكتور موسى مرزوق، هتلاقي في الصحافة، هتلاقي في المصانع، في اي مركز حساس لازم هتلاقي واحد فيهم. ما تنسوش كمان إن جزء كبير من اقتصادنا كان ولا يزال في إيديهم، وجزء كبير من اقتصاد العالم. تقدروا تقولوا لي هم عايزين إيه أكتر من كده؟ أنت مش ناوي ترتاح شوية؟ أرتاح؟ أرتاح إزاي؟ وأرتاح ليه؟ أنا هكتب لك صورة من اعترافات الولاد دول، وأرجو إنك تقراها كويس.